بسم الله، نبدأ دلوقتي مع تاني كنترول هناخده من الكنترولز الخاصة بالجافا سكريبت، وهو باك دروب. والباك دروب هي بس لما تيجي بيظهر أكنك بتحط يعني خلفية غامقة كده، يعني هتظهر المفترض إن احنا نستخدمها فيما بعد مع مثلا مع البوب اب، مع اللودنج، مع كلام من ده يعني. لكن هي في الاول هي بتستخدم فيها حاجتين، اللي هي حاجه اسمها ريتين وحاجه اسمها ريليس. ريتين انك عايز تغمق الصفحه الخلفيه اللي في الورا بحيث يظهر يعني ان في حاجه هتظهر تانيه قدام، وريليز يعني ارجع زي ما كنت. ببساطه يعني لو حبينا ناخد اكزامبل ده كده، بيج لسه فاضيه خالص، ان جي اب، قلت له الاب بتاعنا هيبقى اسمه مثلا ستارتر، او بلاش ستارتر عشان في ستارتر، مثلا اقول له ايونيك اب، والكنترولر اللي هيشتغل معانا سميه مين كنترولر. حلو حلو حلو. في بس هيدر بار، قلت له ده هنسميه او هنكتب فيه ايونيك باك دروب، خلاص. و ده الهيدر، وفي الكونتنت جوه ماشي. في الكونتنت ممكن نحط مثلا باتن، والباتن ده هديله كلاس شكل الباتن، وهديله ان جي داش كليك، لما يكليك عليه هشغل حاجة اسمها شو باك دروب. شو باك دروب دي الفانكشن اللي احنا هنستدعيها، وهنكتب على الزرار كلمة شو باك دروب. ماشي، كلام جميل. تعال بقى خش معايا على السكريبت تحت، قلت له كلام جميل. السكريبت بتاعنا هيبقى انجلر دوت موديول، الموديول بتاعنا هيبقى زي ما سميناه هنا ايونيك اب كوما، واقول هنا ايونيك. ماشي حلو. وبعد كده هقول له تحت هنا، هقول له دوت كنترولر. الكنترولر دوت احنا هنسميه مين كنترولر زي ما سمينا فوق مين. طبعا الحاجات دي ثابته كده كده خلاص، قول بقى من كتر ما بتكتبها كده تبقى مش فهمتها تبقى حفظتها. فانكشن، والفانكشن بتاعتنا هتاخد مننا حاجات اساسيه طبعا، كده كده بتاخد السكوب عشان لو عايز انقل حاجه من هنا لهنا. تاخد بقى معاك بقى، احنا خدنا المره اللي فاتت لما كنا واخدين الاكشن شيت، كنا بنبعت الاكشن شيت ايونيك اكشن شيت. المره دي هنبعت حاجه اسمها ايونيك باك دروب، ايونيك باك دروب بس كده خلاص. وتقول لا، بس هنبعت معاك كمان حاجه مهمه جدا اسمها تايم اوت، ودي الفتره اللي المفترض يفضل فيها الصفحه ورا معلقه لغايه لما تفك الصفحه، تفضل معلقه لغايه لما ايه يعني ما انا بغمق اشياء صفحه عشان اظهر حاجه صح، ومفروض ارجعها بعدين، المفروض ارجعها بعدين. انا هعملها هرجعها بخمس ثواني مثلا ومرجعها، لكن المفترض انت لما يعمل اكيا مثلا انا هغمق الصفحه اللي ورا وهظهر له بوب اب مسج مثلا، زي ما هنشوف ان شاء الله البوب اب ازاي بنعملها. هيخلص فيها الشغل، ولما يدوس على الزرار هنكنسل، هنعمل ريليز. ريليز يعني خلاص فك الخلفيه ورا، انا ما كنت انت قافلها له ومخليه ما يقدرش يشتغل عليها، هي المفروض يقدر يشتغل عليها، لكن دلوقتي هعملها بعداد تايم اوت. وادي الفانكشن اهي، اولها ونبدا نمو بقى بعد ما بعتنا لها الثلاث بارامترز دول. طبعا هنكتب الكود اللي احنا عايزينه، كل الكود اللي احنا عايزينه نوت. اللي احنا عايزين نعمل كذا وكذا وكذا اللي احنا عايزين نعمله هنا. المهم كده كده في الاخر هقوم جاي كاتب لنا سكوب خلاص دوت. عندي بقى حاجه اسمها شو ايونيك، شو ايونيك الاي كابيتال باك دروب، شو ايونيك باك دروب دي اللي انا هسميها، لا شو باك دروب بس انا مسمينها هنا كده، ان دي الموجوده على اللي احنا سميناها كده وهنستدعيها كده شو باك دروب. ودي بتساوي هنعمل فانكشن
خلاص وادي اولها واخرها سيمي كولون هنا طبعا. قلت له جوه الفانكشن دي هقول له عمنا ايونيك باك دروب ده ايونيك باك دروب دوت ريتين، وده اول واحد ريتين اللي هو هيبدا يفتح لي بقى الايه يقفل الخلفيه ورا خلاص، فتبقى الشاشه اللي موجوده غامقه بقت غامقه خلاص ومقفوله. وبعدين هنادي على تايم اوت هعيده 10 5 ثواني. طبعا المفروض ان هنادي ريتين، هنادي شغل بقى، هنادي صفحه ثانيه، بس دلوقتي مؤقتا هنادي على تايم اوت. هقول له هتنادي على فانكشن اللي احنا سميناها تايم اوت، تقعد شويه بعد كده تفتح. ودي عباره عن فانكشن، وتاخد بالك نكتب الفانكشن اللي هتعمله، وندي تايم نمبر ديلي هتقعد مستنيه قد ايه. قلت له ماشي فانكشن، و اللي هتعمله الفانكشن نعمله فانكشن الاول، نعمل فانكشن ادي فانكشن ادي الفانكشن. الفانكشن ده هتعمل مين، هتعمل ايه؟ قلت له كل اللي هتعمله عايزين نخليها تعمل ريليز، يعني تفك الخلفيه المقفوله. فاقول له ايونيك باك دروب دوت ري ليز، ده اللي هتعمله فانكشن كوما، وهتعمله في قد ايه وقت؟ 5000 كده، 5000 تك يعني 5 ثواني خلاص. طيب الكود معكوك معكوك، تعال نخلي ايه كده اهو، ايوه يبقى كده التايم اوت دي فانكشن هتعمل ريليز، يعني هتفك الخلفيه المقفوله في 5 ثواني. سيمي كولون كده وتعالى نشوف الوضع. طبعا خلاص هو حول وقال لي شو باك دروب اهي، ودي الكونسول بتاعتي قلت له شو باك دروب، تلاحظ ايه اللي حصل، شفت قفلت اهي، المفروض تقعد 5 ثواني وتفك عشان التايم اوت يبقى شغال. تمام فعلا فكت بعد 5 ثواني. ادي كده احنا اتكلمنا شو الباك دروب وازاي نعمل باك دروب على الشغل بتاعنا. كنا ممكن نضيف اضافه كده بسيطه على الشغل، افترضنا ان احنا عايزين نحمي الابلكيشن بتاعنا ده من الايرورز، ممكن اجي هنا دي قفله الفانكشن دي صح كده، يعني المين كنترولر ادي فانكشن، ممكن اعمل كوما واعمل فانكشن ثانيه، ودي الفانكشن اللي بتشتغل اوتوماتيك لما بيحصل ايرور، فممكن اخليها الفانكشن دي تاخد فاريبل اسمه اي ار ار، وده هيبقى عباره عن الايرور بتاعنا، واكتب اللي انا عايزه. ممكن اعمل كونسول دوت لوج واطبع في اللوج مثلا واقول له ايرور نمبر وكولون كده، وجنبيها بعد الايرور نمبر وفي كونسول دوت لوج، ماشي ماشي خلينا ماشيين كده. وجنبيها هنا يقول لي اي ار ار اللي فوق ديت دوت مثلا status، دي تجيب لي الاي دي كود بتاع الستاتس كود، يعني ايرور كود. بلس وكده تاني جنبيها بس مسافه، وبعد المسافه اقول له ايرور مسج وكولون، وجنبيها اقول له اطبع لي الاي ار ار كله، ده هو هيبقى شايل اوتوماتيك الايه الايرور. تمام كده اكون برضو زودت فانكشن دي، لو زودتها دايما معاك هتبقى محافظ دايما ان ما في اي ايرور يطلع لك تفاصيله زي ما احنا عارفين. وده كده شفنا الباك دروب، وخدنا معاها الفانكشن بتاعه الايرور ازاي نهندلها.